اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بجوهرتنا، جوهره كره السله الناشئه بقوه وطالعه بقوه الصاروخ، جنى الالفي. اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. بنور حضرتك. جنى، احنا عملنا تقرير كده عنك وعن مشوارك الصغنون، لسه انت ما كملتيش 16 سنه بس ما شاء الله مشوار حافل بالنتائج ومنتخبات وبتاع، بس عملنا تقرير صغير كده نشوفه معاكم اعزائي المشاهدين عن جنى، وارجع لحضراتكم. نجحت جنى الألفي نجمة سلة النادي الأهلي في قيادة المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة إلى الصعود لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والمقرر إقامتها صيف العام المقبل بالمكسيك. وحصدت ناشئات الفراعنة المركز الثاني في بطولة إفريقيا، والتي استضافها مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 15 من أغسطس الجاري. ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني لمونديال ناشئات كرة السلة عن القارة السمراء، وهو ما أهل منتخبنا الوطني للصعود لكأس العالم رفقة المنتخب المالي والذي توج باللقب الإفريقي. واستهلت ناشئات الفراعنة مشوارهن في البطولة القارية بالفوز على المنتخب التشادي عقب انسحاب الأخير، ثم تخطى باكتساح المنتخب الجزائري بنتيجة 101-23 قبل أن يهزم المنتخب الأوغندي بنتيجة 89-17، وأعقبها الفوز على المنتخب المالي العنيد بنتيجة 66-56، وأنهت بنات النيل دور المجموعات بتسجيل فوز عريض على المنتخب الجابوني بنتيجة 164-10. وانتقلت المصريات لدور نصف النهائي بعد احتلالهن صدارة الترتيب في الدور التمهيدي، ويلعبن مرة أخرى مع المنتخب الأوغندي والذي حل في المركز الرابع. ونجح منتخبنا الوطني في الفوز بنتيجة 119-42 قبل أن يخسرن أمام منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-65. وحصلت نجمة الأهلي الصاعدة جنى الألفي على جائزة أحسن لاعبة في مركز 3 بالبطولة الإفريقية، ويتنبأ لها الجميع أنها ستكون من نجمات كرة السلة المصرية خلال السنوات المقبلة.